وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي. أستاذ جمال، تحية طيبة. ومصر ما بين الإنجاز والتحدي، مصر ما بين 2014 إلى 2024، ما هي أبرز المحطات التي تستوقفك في هذا المجال وما تحقق فيها؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل سادة المشاهدين. 10 سنوات من تاريخ الوطن أنجزت الدولة المصرية خلالهم الكثير والكثير في الحقيقة، ويمكن اختصار كل ما تم إنجازه فيما يتعلق بمصطلح واحد، وهو فكرة بناء القوة الوطنية الشاملة. ما استطاع الرئيس عبد الفتاح السيسي فعله فعل حقيقة هو بناء القوة الوطنية الشاملة لمصر خلال 10 سنوات الماضية. هذه القوة في الحقيقة بتتضمن عدة بنايات في داخلها، سواء البناء السياسي الداخلي القوي، وهنا نتحدث عن تأسيس للدستور وانتخابات تشريعية وانتخابات رئاسية وانفتاح الحياة الحزبية والحياة حتى على صعيد المجتمع المدني وغيرها من مجالات عمل سياسي ومجتمعي داخلي. الأمر الآخر أيضا هو البناء الخاص بالبناء الدبلوماسي المصري، وهنا انفتاح مصر على المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي، إعادة تموضع للدولة المصرية في مجتمعها الدولي بشكل يليق، ومكانة وقدرات الدولة المصرية أهلها في الحقيقة اللي تلعب دور مهم للغاية. كلنا الآن بندرك أهمية أن الآن الدولة المصرية لديها قرار مهم إقليميا ودوليا مع تصاعد الأحداث حتى في المنطقة. إذن أيضا البناء السياسي كان أحد أهم مفردات يعني الذهاب إلى فكرة بناء القوة الوطنية الشاملة. نعم. ثم أيضا الحديث على مفردات أخرى داخل هذا البناء، وطبعا وهو البناء الاقتصادي، إصلاحات اقتصادية عميقة في الداخل المصري أصلحت تشوهات كانت موجودة على مدار العقود الماضية، وذهبت بالدولة المصرية نحو إصلاح اقتصادي حقيقي وتطوير للمنظومة المالية والمصرفية، وحتى فيما يتعلق بإعادة الهيكلة لهذه المنظومات المالية والاقتصادية بشكل أيضا يضمن أن تكون الدولة المصرية على خريطة الاقتصاد العالمي وأيضا الإقليمي. أيضا طبعا لا يمكن أن ننسى أن أحد أهم مفردات هذه القوة الوطنية الشاملة، بل المرتكز الأساسي في هذه القوة، وهو طبعا ما يتعلق بقوة الردع المصرية. وهنا الحديث عن تحديث القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية والدفاع عن مقدرات البلاد، وطبعا يعني مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وبالتالي أيضا هذا الأمر كان مهما للغاية لدعم القوة الوطنية الشاملة. أيضا أحد أهم مفردات هذه القوة هو فكرة البناء الخاص بالقوة الناعمة. الدولة المصرية وهي تسير في هذه البنايات كلها خلال 10 سنوات الماضية لم تنسى فكرة أن الدولة المصرية أيضا لديها ثقافة، لديها حضارة، لديها تاريخ كبير للغاية من الفنون والعلوم، وبالتالي استغلت كل هذا في أيضا إعادة إحياء القوة الناعمة المصرية. والجميع الآن يشاهد كيف أن هذه القوة الناعمة الآن لها تأثير ليس فقط على الصعيد الداخلي ولكن حتى على الصعيد الإقليمي. نعم. والدولي، وبالتالي كلها خطوط متوازية وأوراق رتبت في 10 سنوات من عمر الوطن، لكن برأيك ماذا عن الفترة القادمة؟ ماذا عن دعائم وترسيخ الجمهورية الجديدة ببناء قوي وأسس تقوم فيها المسؤولية المشتركة لقيادة البلاد ما بين قيادة سياسية وشعب؟ بالتأكيد العشر سنوات الماضية كانت 10 سنوات مؤسسة لتاريخ جديد في النظام المصري الجمهوري، ونتحدث الآن عن جمهورية جديدة، وبالتالي التطلعات والأمال للشعب المصري متعلقة باستمرار العمل على هذا النهج. وبالتالي أنا أعتقد أن ما ننتظره الآن خلال السنوات القادمة هو مواصلة العمل، مواصلة البناء، مواصلة مسيرة العطاء للوطن، خاصة أن القيادة السياسية المصرية رسمت في الحقيقة طريق للعمل والبناء متوازي كما كنا نتحدث على عدة مسارات وعلى عدة اتجاهات. وبالتالي أنا أعتقد أن الشعب المصري الآن أصبح يدرك أن الجمهورية الجديدة ليست فقط متعلقة بالمنشآت ولكن متعلقة بالأحلام والأمال والطموحات، وبالتالي الجميع الآن يعمل من أجل هذه الأهداف. مواصلة الدولة المصرية لعملها على صعيد التنموي أو على صعيد طبعا تعزيز قدراتها الاقتصادية أو على صعيد أيضا قدراتها الدبلوماسية إقليميا ودوليا ومحافظتها على الاستقرار والسلم الإقليمي والدولي، كلها أيضا أحد أهم يعني مسارات العمل خلال السنوات القادمة. الدولة المصرية في الحقيقة أنجزت شوطا كبيرا خلال 10 سنوات الماضية. وتذكر هنا حديث للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة الحكومات في الإمارات الشقيقة حينما تحدث
فيما يتعلق ببناء الدوله المصريه، وتحدث ان الدوله المصريه اختارت الخيار الصعب والعمل بالتوازي على كافه المسارات، وهي تحارب الارهاب ذهبت للاصلاح الاقتصادي، وهي تفعل او تحدث الاصلاح الاقتصادي ذهبت ايضا لاعاده التموضع الاقليمي والدولي. اذا الدوله المصريه مستمره في العمل على نفس هذا النهج لتعزيز قوتها الوطنية الشاملة وحصد المزيد من المكتسبات، ولكن أعتقد أن المحور الاقتصادي خلال السنوات القادمة سوف يكون أيضا له أولوية عمل، وهذا يتضح حتى من خلال الحراك الآن الذي تخوضه الدولة المصرية، سواء على صعيد تعزيز اقتصادها الداخلي أو حتى وجودها الآن في تجمعات اقتصادية كبيرة دولية زي طبعا تجمع البريكس. وبالتالي أنا أعتقد أن الآن الاهتمام أيضا بالشق الاقتصادي والارتكاز على ما تم إحداثه من منجزات مهمة للغاية خلال العشر سنوات الماضية أحد أهم طبعا أولويات القيادة السياسية المصرية خلال السنوات الست القادمة. نعم، تشكيل مرونة الاقتصاد تحديدا وهذا الملف في التغلب على تحديات عالمية فرضت ليس فقط على مصر لكن على العديد من دول العالم، منها الأزمة الروسية الأوكرانية وأيضا ما سبقها من أزمة فيروس كورونا. برأيك مرونة الاقتصاد المصري ومدى قابليته للتكيف مع الأوضاع والوصول إلى أفضل حال بما يخدم مواطنيه؟ بداية فيما يتعلق بالتحديات أولا، لأن هذه نقطة في غاية الأهمية. يمكن الدولة المصرية وهي يعني بتقوم ببناء قدراتها وإمكانياتها وإعادة يعني تثبيت ركائز الدولة من جديد بعد عام 2014، لم تكن لديها الرفاهية الكاملة، ولكن كانت لديها تحديات تقليدية وأيضا تحديات مستجدة. التحديات التقليدية الجميع يدركها، يعني مجابهة الإرهاب والفكر المتطرف، وأيضا تحديات حتى توارثناها من العقود الماضية زي الزيادة السكانية، هشاشة البنية التحتية المصرية وغيرها من الأمور الجميع يدركها. ولكن أيضا مع مجابهة هذه التحديات أتت تحديات جديدة كما حضرتك تفضلت وذكرت، فكرة أن جاءت جائحة كورونا بتداعيات اقتصادية صعبة للغاية، ثم جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية أيضا بتحديات خاصة بالأمن الغذائي أثرت أيضا على الاقتصاد العالمي، ومصر في قلب العالم ومثلها مثل كل دول العالم تتأثر، ثم أدت أيضا أو أتى أيضا تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، وبالتالي أيضا هذا أثر على الاقتصاد الإقليمي والاقتصاد الدولي. هذا بجانب أن الاقتصاد أساسا العالمي كان يعاني من تضخم ومن مشاكل كثيرة جدا، وبالتالي كل تداعيات هذه الأزمات المستجدة الدولة المصرية لولا أنها قامت بشكل مبكر من خلال أو من بداية من 2014 للعمل بشكل استشرافي وبشكل استباقي لما كانت تستطيع أن تعبر من هذه التحديات. نعم نتأثر، لا يمكن أن نغفل أننا نتأثر مثلنا مثل كل دول العالم، ولكن تخفيف حدة هذا التأثر ناتج على أن الدولة المصرية عملت بشكل مبكر، وأعتقد أن البناء المصري على الصعيد التنموي وعلى الصعيد اللوجستي وعلى الصعيد البناء السياسي والدبلوماسي وكل هذه البنايات تساعد الدولة المصرية الآن على العبور بأمان من هذه التحديات، خصوصا نحن نتحدث الآن حتى عن انفتاح اقتصادي مصري كبير للغاية بتواجدها طبعا في تجمع البريكس. مصر أيضا شريك اقتصادي مهم لكل أقطاب العالم، نتحدث عن توازنات سياسية في الدبلوماسية المصرية مكنت مصر من أن تكون لديها حرية اتخاذ القرار، وبالتالي أيضا هذا مكنها من فكرة أن تكون شريك آمن وشريك موثوق به من كل الأسواق ومن كل دول العالم. وبالتالي أنا أعتقد أن مستقبل مصر الاقتصادي مبشر للغاية، والارتكاز على ما تم بنائه والمضي به نحو آفاق أرحب مع وجود الآن الحوار الوطني وأيضا الوجود طبعا الوجود لسياسات اقتصادية جديدة وكما رأينا إصلاحات اقتصادية وغيرها من الأمور، كلها أمور بتؤكد أن الدولة المصرية قاضية على الطريق. ولكن أستاذ جبال، يعني دعني أتحدث معك في هذه النقطة بشيء أكثر استفاضة. كيف أثرت السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المختلفة والعلاقات التي حرصت عليها مع كافة الدول بشكل متوازن ومسافات متساوية في توسيع مجالات التعاون ومن ثم نوع من أشكال الشراكة الاستراتيجية ما بين هذه الدول ومصر ومن ثم انعكست على الاستثمار في الداخل المصري؟ في الحقيقة إن هذا سؤال مهم للغاية، لأن دائما المواطن المصري يتساءل ما عوائد الدبلوماسية المصرية؟ ما عوائد السياسات الخارجية الجيدة؟ عوائدها الآن إننا نرى تدفقات استثمارية كبيرة للداخل المصري، وحينما تكون السياسات الخارجية متزنة وتتبع ثوابت ولديها ما يمكن أن نسميه الحياد الإيجابي، إنها لا تنخرط في أي من الصراعات، لا تدخل في أي من المغامرات الغير محسوبة، لا تتدخل في شؤون الدول الداخلية، فقط
تعمل لمصلحه الداخل المصري، هنا نتحدث عن عوائد ايجابيه للداخل المصري. مصر اصبحت شريك موثوق به لكافه التكتلات الاقتصاديه الدوليه. بنرى السيد الرئيس خلال السنوات الماضيه حاضرا على طاوله قمه مجموعه ال20 وايضا على قمه مجموعه ال7، وايضا طبعا الان مصر عضو في مجموعه البريكس، وايضا طبعا في الاتحاد الافريقي وشراكه مع الاتحاد الاوروبي ومع الجانب الشرقي ومع الجانب الغربي. نعم. اذا هذا لم يكن لياتي لولا التوازنات الدبلوماسيه المصريه التي حررت مصر من اي تجاذبات لاي من اقطاب العالم، وجعلت مصر صاحبه قرار وايضا تحافظ فقط على مصالحها وعلى سيادتها وعلى قدراتها وعلى امكانياتها، وتطور هذه القدرات والامكانيات بالتعاون مع الشركاء بمبدا مهم للغايه رسخت له القياده السياسيه المصريه، وهو مبدا المكاسب المشتركه. تحقيق المكاسب المشتركه هو المبدا الوحيد الذي هي تعمل من خلاله او يعمل من خلاله الاقتصاد المصري، بعيدا عن فكره التجاذبات السياسيه او دخول في بعض الامور السياسيه، ولكن الاقتصاد المصري محرر من هذه الامور، فقط يعمل من اجل مصلحه الداخل المصري، والدبلوماسيه المصريه استطاعت ان تحقق المزيد من المكتسبات على الصعيد الاقتصادي. يمكن لاول مره في تاريخ الدوله المصريه بالمناسبه نجد قياده سياسيه تجتمع اجتماعات مكثفه مع مسؤولي ومديري ورؤساء الشركات العالميه بكل دول العالم وبكل يعني اقطاب العالم. بنرى السيد الرئيس دائما على اجنده اجتماعات مع مسؤولي شركات الطاقه ومسؤولي شركات الكهرباء في العالم ومسؤولي شركات التصنيع في العالم، وهذا ساعد في الحقيقه في خلق او صناعه جسر امن ما بين الدوله وما بين هذه الشركات العملاقه عالميا، وجعلها تتدفق باستثماراتها الى الداخل المصري بشكل يعني سريع وبشكل ايضا كبير للغايه. والان بنرى كيف ان هناك شركات عملاقه الان لديها استثمارات في الداخل المصري ومصانع في الداخل المصري، وبالتالي انا اعتقد ايضا ان الدبلوماسيه المصريه لعبت دور كبير ومتفرد وغير مسبوق في هذا الامر، ما يتعلق طبعا بدعم الاقتصاد المصري وتعزيز العلاقات الخارجيه لدعم الاقتصاد المصري. أحد الأولويات الهامة التي رسمت فيما هو سابق هو بناء الإنسان المصري على كافة المستويات، وكان على رأس هذا البناء من النواحي الصحية والتعليمية أيضا. كيف أسهمت استراتيجية بناء الإنسان المصري في الوصول إلى خط طويل وطريق من تنمية مستدامة؟ كل ما كنا نتحدث عنه الهدف منه هو بناء الإنسان المصري. الدولة المصرية منذ عام 2014 تضع نصب أعينها فكرة بناء الإنسان المصري، والجمهورية الجديدة هي جمهورية الإنسان المصري الجديد الذي يستطيع مواجهة التحديات التي يفرضها أيضا النظام العالمي الذي يتشكل من جديد. وبالتالي الدولة المصرية استعدت من خلال إيجاد بنية تحتية في البداية، يعني كان هناك ترتيب لفكرة الأولويات الخاصة ببناء الإنسان المصري. لا يمكن أن نتحدث عن بناء إنسان دون أن يكون هناك يعني ثوابت أو أساس راسخ وقوي يرتكز عليه بناء الإنسان المصري. وبالتالي ذهبت الدولة المصرية بداية لمجابهة الإرهاب ومحاربة الفكر المتطرف، ثم ذهبت لإيجاد بنية تحتية قوية تساعد الدولة المصرية في بناء المستشفيات والمدارس والمصانع والمزارع وغيرها من مؤسسات عمل في هذا الإطار، ثم ذهبت أيضا لمسار غير تقليدي في بناء الإنسان، وهو ما يتعلق بإطلاق مبادرات عملاقة تساعد في بناء الإنسان المصري. وطبعا هنا على رأسها طبعا المبادرة القومية حياة كريمة التي أعتقد أنها أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، وساعدت بشكل كبير للغاية في تحقيق استراتيجية مصر 2030 والوصول فعلا إلى فكرة بناء إنسان مصري. الدولة المصرية ذهبت لتطوير منظوماتها التعليمية، منظوماتها الصحية، نتحدث طبعا عن التخلص من الكثير من الأعباء في هذه المنظومة الصحية على رأسها فيروس سي. وطبعا يعني بالمناسبة فكرة المبادرات حتى الصحية كانت أحد أهم النقاط المهمة للغاية للتخلص من بعض أو يعني الوصول لبعض الأهداف القصيرة المدى التي لم تكن نستطيع أن ننتظر يعني الأهداف طويلة الأمد. يعني لدينا مشروع خاص بالتأمين الصحي الشامل، ولكن هناك أيضا أولويات عمل ذهبت المبادرات الصحية التي أطلقها السيد الرئيس لإنجازها بشكل سريع، وهنا نتحدث على رأسها طبعا الفيروس دي. أيضا التعليم، يعني نتحدث الآن بناء المدارس في كافة الربوع الدولة المصرية، تطوير المناهج التعليمية، الذهاب بتحديث المنظومة التعليمية، بنك المعرفة، يعني إيجاد بنك المعرفة هذا أحد أهم
يعني روافد تطوير المنظومة التعليمية سواء على صعيد التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي أو حتى ما بعد الجامعي. وبالتالي نحن نتحدث عن بناء الإنسان كان هو الهدف وما زال طبعا هو الهدف الرئيسي للدولة المصرية خلال هذه السنوات وهذه الحقبة، وهدف الجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري بما يرتقي وأيضا التحديات التي نعم. يقتضها وللحديث نقاط وأفرع كثيرة إذا ما تحدثنا عن كل مجال على حدة، سواء في الصحة بمبادرتها كما ذكرت أو حتى في مشروع التأمين الصحي الشامل الذي طبق في العديد من المحافظات المصرية فعليا، والتعليم بجودة مختلفة سواء التدريب، التكنولوجيا، ربط سوق العمل بمخرجات هذا التعليم. بالتأكيد، يمكن بداية فيما يتعلق بالصحة نحن نتحدث عن تطوير البنية التحتية في البداية للمنظومة الصحية، وأيضا مع تطوير المنظومة التحتية أو البنية التحتية لمنظومة الصحة الدولة المصرية عملت أيضا على رفع كفاءات الكوادر الطبية سواء على صعيد التدريب أو على صعيد حتى الأمور المادية. لا يجب أن ننسى أن كانت هناك طوال السنوات الماضية زيادات في الأجور الخاصة بالعاملين في القطاع الطبي، وهذا أيضا أمر ساهم في يعني جودة في تقديم الخدمة الطبية، وهذا أمر مهم جدا. إذا نحن نتحدث عن بنية تحتية وأيضا تنمية قدرات الكوادر الطبية، هذا مهم، كان مهما للغاية. أيضا الدولة المصرية ذهبت لإيجاد مشروع هو الأهم، وهو فكرة إيجاد مشروع التأمين الصحي الشامل، وبدأ بالفعل تنفيذه في بعض المحافظات، ثم سوف يذهب لمحافظات أخرى حتى ينتهي خلال الأعوام القادمة، وسوف يكون هناك تغطية كاملة لكافة الجمهورية من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل، وهذا هو الهدف الأساسي. ولكن أيضا كما كنا نتحدث، الدولة المصرية لم وتكن يعني ساكنة حتى تنتظر الانتهاء من هذا المشروع العملاق، ومن ثم ذهبت إلى فكرة المبادرات الرئاسية، وطرح السيد الرئيس هنا المبادرات الرئاسية لإيجاد أهداف قصيرة المدى. لم يكن لدينا الوقت ورفاهية الوقت لننتظر حتى تنتهي منظومة التأمين الصحي لنتخلص من فيروس سي، وبالتالي ذهب السيد الرئيس لطرح مبادرات طبعا فيروس سي، ثم أيضا الأطفال والنساء وغيرها من مبادرات صحية ساهمت بشكل كبير جدا من التخلص من الكثير من الأمراض المستوطنة في الداخل المصري، وبالتالي المنظومة الصحية بتشهد تطور كبير للغاية، والفترة القادمة أيضا أعتقد أن هي سوف يكون لها أيضا نصيب كبير جدا فيما يتعلق بالتطوير. نفس الأمر على صعيد المنظومة التعليمية، والجيد في المنظومة التعليمية في الحقيقة أن الدولة المصرية بدأت من النشء الجديد، وهنا نتحدث عن التعليم الأساسي، ذهبت إلى فكرة التعليم الأساسي وذهبت لتحديث التعليم الأساسي لتصعد أو تصعد الأجيال الحديثة بهذه المنظومة التعليمية الجديدة حتى يعني تتدرج فيها إلى كافة مراحل التعليم، ثم يستقبل هذه المنظومة أجيال جديدة، وبالتالي نحن نتحدث عن تطوير في التعليم والصحة أحد أهم ركائز طبعا بناء الإنسان المصري. نعم، ملفات عديدة ومجالات في كافة المجالات نتحدث عنها على مدار اليوم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جمال رائف الكاتب الصحفي.